تقدر هذه تنزل معنا في اطار التكوين المستمر لاعوان الصحه المدرسيه واعوان الشراكه اللي معنا اللي هم التربيه والشؤون الاجتماعيه، خاطر نخدموا مع وزير التربيه ونخدموا مع الشؤون الاجتماعيه في خلايا العمل الاجتماعي المدرسي، وهذه تدخل معناها هي عاده كل عام نعمل درس خلايا ونجم فيه تخطى فرق الشراكه لتكثيف العمل الجدي لمختلف الفرق بالنسبه للمرحله الصحه المدرسيه. ترتبط اليوم هو درس 27 كما تعرف، ركزنا حول البروجرام معناها الموجود اليوم، هو اولا تقرير بالنسبه للثانوي للسنه الفارطه 2015-2016 حول انشطه تاع الصحه المدرسيه والجامعيه، نعطيهم الارقام تاع الانشطه اللي انشطت على الاول، نحاولوا نحلوها ونحاولوا نوقفوا على الاخلالات ونحاولوا نصلحها من خلال الورشات باش نبعثوا دي ميساج دي سبوت هكا للاعوان الفرق الصحه المدرسيه باش يخرجوا بحاجه معناها باش يطبقوها سور ترا، خاصه كما تشوف الورشات هي مركزه على المطاعم المدرسيه، مركزه كذلك على الالتهاب الكبد الفيروسي صنف الف، هذانا كلهم معناها يدخل في العمل اليومي لفرق الصحه المدرسيه، ومن خلالها معناها نوصلوا معلومه باش تكون تطبق ونتفادوا برشا حوايج على مستوى المؤسسات التربويه للكادر.